عندما يولد طفل لك بالخارج، يجب أن تعرف حقوق الطفل وواجباته تجاه البلد الذي ولد فيها. وتعد كندا واحدة من أكثر البلدان تقدماً ورقياً. لذا إذا ولد طفلك هناك، يجب أن تعرف ما هي حقوقه التي تكفلها له الدولة. وكندا هي بلد ذو مساحة جغرافية شاسعة، وتتألف من 10 مقاطعات وثلاثة أقاليم. عاصمتها أوتاوا، وتعد تورونتو أكبر مدينة فيها، ويقدر عدد سكانها بنحو 36 مليون نسمة. للطفل المولود في كندا بعض المميزات، وهي أولاً حق الطفل في الإقامة الدائمة في كندا، ثانياً إمكانية السفر إلى كندا في أي وقت دون الحصول على تأشيرة، ثالثاً الحصول على الامتيازات التي يحصل عليها المواطن الكندي كاملة. وهذه الحقوق وهي: أولاً يحق للطفل التمتع بكل الحقوق التي كفلها الميثاق الكندي للحقوق والحريات، مثل حرية الدين والفكر والتعبير عن الرأي، وحرية التصويت في الانتخابات، وحرية الدخول والخروج من كندا في أي وقت، والحق في الحياة والحرية والأمان، والمساواة أمام القانون دون تمييز وغيرها. ثانياً الحق في التصويت بالانتخابات السياسية، لكن لا يجب أن يكون قد غاب عن كندا أكثر من 5 سنوات. ثالثاً إمكانية ترشيح نفسه في الانتخابات عندما يصل إلى 18 عاماً وما فوق. رابعاً الحق في الحصول على جواز سفر كندي. خامساً الحق في العمل في أي من الدوائر الحكومية في كندا. سادساً الحق في العودة للبلاد أياً كانت المدة التي غاب عنها، مثلما للطفل الكندي أو الحاصل على الجنسية الكندية حقوق عليه وواجبات تجاه وطنه، وهي: أولاً الحق في تأدية الخدمات كعضو في هيئة المحلفين بالقضايا القانونية عند الوصول لسن الرشد. ثانياً احترام القانون في كندا. ثالثاً احترام الآخرين وحريتهم. رابعاً مساعدة الآخرين. خامساً الاهتمام بالبيئة في كندا وحماية التراث. سادساً رفض التمييز. كندا بلاد تهتم بالأطفال وتقدر وجودهم في المجتمع، لهذا ينص قانون كندا بعدم ضرب الأطفال بتاتاً مهما كانت الظروف. لذا إذا كنت في كندا ستحتاج إلى السيطرة على طفلك، فإن استطعت ذلك دون اللجوء إلى الضرب فهذا خير وبركة، ولكن إذا اضطررت لذلك فالقانون ليس بصفك. ولا تلوم كندا إن خسرت أطفالك أو احترام الكنديين، فهي سمحت لك بالسيطرة عليهم وليس بضربهم. وأيضا كندا تمنح الدعم المالي للوالدين لتربية أطفالهم، وهي عبارة عن دفعة شهرية معافاة من الضرائب تساعد الأسر على دفع تكاليف الأطفال دون سن 18 سنة. وتشمل الإعانة أيضا الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وكما توفر لهم البرامج الترفيهية دون أي أعباء على الآباء أو الأوصياء. إذا كنت تعيش في كندا مع عائلتك، فسوف توفر لك مدارس كندا الابتدائية ولطفلك بيئة تعليمية غنية وآمنة وداعمة مع بعض من أفضل المعلمين في العالم. ويلتحق الأطفال في كندا بالمدارس الابتدائية للصفوف 8 الأولى من المدرسة، وتبدأ المدرسة في كندا مع الحضانة في سن 4 أو 5 سنوات، ثم ينتقل الأطفال إلى المدرسة الثانوية بعد الانتهاء من المدرسة الابتدائية أو الإعدادية. وتحتل كندا المرتبة الثالثة بين أغنى دول العالم من حيث جودة التعليم، وتكمن أعظم نقاط القوة لدى كندا في تقديم برامج تعليمية ممتازة على مستوى المدارس الابتدائية والثانوية في القراءة والرياضيات والعلوم. وطلاب مدارس كندا الابتدائية هم من المنجزين والمتفوقين بأفضل المدرسين ذو الجودة العالية، والمعلمون الكنديون متحمسون لعملهم، كما أنهم يخلقون بيئات تعليمية تفاعلية داعمة للأطفال، ويدمجون أساليب وتقنيات التعلم المبتكرة لتعزيز التعلم. ويحصل المعلمون الكنديون على درجة البكالوريوس والتدريب العلمي للمعلمين قبل ممارسة مهنة التدريس، كما يقوم العديد منهم بالحصول على شهادة الماجستير من أجل الحفاظ على مهاراتهم وترقيتها من خلال التطوير المهني المنتظم. وتشرف كل مقاطعة كندا على التعليم، وتعترف كل وزارة من وزارات التعليم بأهمية الحفاظ على مستويات عالية. ويقوم مجلس وزراء التعليم في كندا، وهي منظمة وطنية، بالتعاون لضمان الجودة في نظام مدارس كندا الابتدائية وغيرها من المدارس. بالنسبة للالتحاق بالمدارس في كندا، فتقرر كل مقاطعة أو إقليم متى يبدأ العام الدراسي ومتى ينتهي، على الرغم من أنه يبدأ عادة في سبتمبر وينتهي في يونيو.
وتعمل ساعة الدراسة بشكل عام من 8 صباحا إلى 3 مساء، أو من 9 صباحا إلى 4 مساء من الاثنين إلى الجمعة. والتعليم مجاني لجميع الطلاب في نظام مدارس كندا الابتدائية العامة، ويجب أن يذهب الأطفال إلى المدرسة حتى سن 16 أو 18 عاما اعتمادا على المقاطعة أو الإقليم. وتدار مدارس كندا الابتدائية الممولة من القطاع العام على المستوى المحلي عن طريق مجالس المدارس المنتخبة، وهي التي تقدم منهجا أو برنامجا دراسيا قياسيا. وجميع مدارس كندا الابتدائية الحكومية تقريبا بها طلاب وطالبات في نفس الصفوف، كما أنها توفر برامج اليوم الدراسي فقط. وفي معظم أنحاء كندا يمكن للطلاب اختيار الدراسة باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو اللغتين. وفي مقاطعة كيبك يتم التعليم في مراحل الابتدائي للطلاب باللغة الفرنسية، ما لم يتقدم الآباء بطلب لدراسة طفلهم باللغة الإنجليزية في حالة كان من الطلاب المهاجرين. وتقدم بعض المقاطعات نظام مدرسة منفصل يتضمن فصولا في الدراسات الدينية، وهذا النظام هو جزء من نظام مدارس كندا الابتدائية العام، وهو متاح للجميع. يتلقى الطلاب 6 سنوات من التعليم الابتدائي موزعة عادة بالطريقة التالية: أولا الصف الأول الأعمار من 6 إلى 7 سنوات، ثانيا الصف الثاني الأعمار من 7 إلى 8 سنوات، ثالثا الصف الثالث الأعمار من 8 إلى 9 سنوات، رابعا الصف الرابع الأعمار من 9 إلى 10 سنوات، خامسا الصف الخامس الأعمار من 10 إلى 11 سنة، سادسا الصف السادس الأعمار من 11 إلى 12 سنة. وعادة ما يدرس الطلاب في الصفوف الابتدائية من التعليم تحت إشراف معلم واحد فقط للعام الدراسي بأكمله، ويتلقون هذا التعليم في فصل دراسي واحد. وقد تحتوي برامج التعليم الخاص أيضا على 1 إلى 4 مساعدين تعليميين اعتمادا على نوع وشدة إعاقة الطلاب، وذلك لمساعدة المعلم طوال اليوم. ويشمل المنهج في مدارس كندا الابتدائية عددا من المجالات، بما في ذلك الرياضيات والقراءة وفنون اللغة والدراسات الاجتماعية والتاريخ والجغرافية والعلوم والموسيقى والفن والتربية البدنية. وبمجرد إنهاء الطلاب بنجاح للسنة الأخيرة من التعليم الابتدائي أو الصف السادس، يتم ترقيتهم إلى المرحلة المتوسطة أو الإعدادية. والمدرسة المتوسطة هي مرحلة تعليمية مدتها 2 سنوات مقسمة إلى الصفين التاليين: أولا الصف السابع من 18 إلى 13 سنة، ثانيا الصف الثامن من 13 إلى 14 سنة. وفي الصف السابع في سن 12 أو 13 عاما يتم تعريف الطلاب على عملية حضور فصول دراسية مختلفة على مدار اليوم والحصول على مدرسين مختلفين لكل فصل، ويعتبر هؤلاء المعلمون خبراء في الموضوع الذي يقومون بتدريسه، ويجب عليهم الحصول على شهادة تدريس تشير إلى تلك الخبرة. والهدف الأساسي من التعليم المتوسط هو إعداد الطلاب للدخول للمرحلة التالية من التعليم الثانوي أو المدرسة الثانوية، ويتم تدريسهم العديد من نفس الموضوعات التي تلقوا فيها التعليم في المدارس الابتدائية، على الرغم من أن الصعوبة تزداد بشكل كبير. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وأيضا مشاركتنا تعليقاتكم على هذا الموضوع، وشكرا.